السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرب لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب. كم تحلو اليوم راجل لكم جديد ردينا حق البيت اوكي من الفيديو السابق اللي ما قبل مباراة فريق مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد. اليوم راح نتكلم ما قبل مباراة برشلونة وفرانكفورت. امس اللي سألني محمد ليش ما سويت ما قبل تشيلسي وريال مدريد. يا جماعة تشيلسي وريال مدريد ما كنت حاضرها بالبيت، كنت حاضرها مع عديد من الناس، يعني كنت واصل عندهم البيت ساعة 9 والتشكيلة تنزل 8:30. صحيح تشكيلة مدريد نزلت 8:30 إيه، ولكن تشكيلة تشيلسي يا جماعة لا قصدي تشكيلة ريال مدريد نزلت 7:30، تشكيلة تشيلسي نزلت 8:30. أنا وصل 9 صار لي ساعة شايف التشكيلة قبل نص ساعة كسب ساعة، يعني كنا رايحين. فهناك شلون أقدر أصور يعني شي شلون أقدر؟ ممكن بعد الحين مباراة فريق برشلونة وفرانكفورت نزل تحليل للمباراة، وباكر نتكلم عن مباراة تشيلسي وريال مدريد، نتكلم عن مباراة مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد بفيديو. واليوم ان شاء الله اذا قدرت بعد تحليل مباراة فريق برشلونة وفرانكفورت، واليوم بعد عندنا فيديو ما قبل، وايضا عندنا بعد فيديو ثالث اليوم جدول رمضاني ولكن راح ينزل ان شاء الله اليوم. لا تنسوا لايك سبسكرايب اسلام تعدوا سووا فولو. اليوم راح نتكلم عن تشكيلة تشيلسي فرانكفورت وكل شيء، فيلا على الفيديو. اول شيء يا جماعه فرانكفورت ينزل بعد التشكيله، جافي هرنانديز بعد التشكيله. جافي هرنانديز اليوم عدة صحف واللي بتابع الاخبار يا جماعه بيدري ان التشكيله كانت هذه، ولكن اليوم استغربت انه ممكن شوي ادام تراوري بعد غياب عدة مباريات الرجل مو متعود، الرجل راح يدخل هذه المباراة ممكن ما يصنع لك الفرق الكبير، ولكن إذا كان بالفورمة فمن أنت يا تشافي للأمير. هل نشاهد أدام تراوري بالفورمة؟ لا، مستحيل نشاهد بفورمة عثمان ديمبلي. ديمبلي صار له 3 مباريات قاعد يلعب أساسي، لا شي مباراة شي قاعد يلعب، اللاعب عنده فورمة بيسجل بيصنع، تشافي هرنانديز مقتنع فيه. ولكن أدام تراوري اليوم بيلعب هذه المباراة، إراحة ديمبلي مباراة الدوري الإسباني، دي يونغ اليوم بيلعب مكانه جابي. صراحة تمنيت إن بيدري اللي ما يلعب ويلعب جابي. دي يونغ ما أدري شنو قصته مع تشافي، يعني دائما يخرج في المباريات بديل، يعني دائما نشوفه يخرج، يعني دائما نشوفه هو اللي بالوسط اللي مرات ما يلعب هو وبوسكيتس. بيدري دائما تشافي مقتنع فيه أساسي، بيدري موهبة ولكن الرجل خليه يرتاح شوي، خليه يرتاح المباراة القوية. فإراحة دي يونغ اليوم فيها نقطة حلوة، ولكن كنت متمني ان دي يونغ وجافي وبوسكيتس. قلوب الدفاع هما إيريك غارسيا وجيرار بيكي، يمين أراوخو ويسار ألبا، ليس علينا سيرجيني ديست. أنا داني ألبش، ألبش يا جماعة مو مسجل، الدوري الأوروبي بيسمح لك من الصفقات اللي أنت تسميها اللي أنت جايبها تسجل 3 لاعبين. تشاف اختار تسجيل فيران توريس دام تراوري وأوباميانغ، فاليوم ما راح نشاهد داني ألبش. ديست ليش ما راح يلعب يا محمد؟ ديست يا جماعة مصاب، ديست من مباراة مو من مباراة إشبيلية، كان في مباراة يا جماعة اللي كأنه من مباراة إلتشي كأنه اللي فزنا فيها 2-1، الرجل يا جماعة مصاب. شفنا حتى بعد المباراة قاعد يشيل على ظهره ولا زالت إصابته، هو مصاب للحين ويمكن يغيب حتى عن مباراة ليفنتي. فالرجل مصاب في شبيه اليوم. أراوخو ممتاز، أراوخو يا جماعة شفناه بالكلاسيكو على الظهير الأيمن ممتاز، الشاب راح يقتنع بهذا الشيء وإنه بيحط إيريك غارسيا، ولكن إيريك غارسيا خليه يستمر على هذا الأداء الممتاز راح ياخذ مركز أساسي في قلوب الدفاع، ولكن مع إضافة كريستيس في الموسم القادم فأظن إيريك غارسيا ذا مكان شيء يكون احتياطي. على الظهير الأيسر بنشاهد جوردي ألبا، تشاف اليوم من دون أي فلسفة يا جماعة، تشاف اليوم يبي يخرج على الأقل 2-0 3-1 بياخذ فرق جولين. ممكن اليوم مباراة ملعب فرانكفورت يا محمد شلون برشلونة راح يفوز؟ برشلونة أقوى من فرانكفورت، هذه نقطة حق برشلونة. الملعب مباراة ملعب فرانكفورت، هذه نقطة حق فرانكفورت. الأسماء برشلونة، المدرب برشلونة، فيمكن برشلونة يفوز، ولكن أحس ملعب فرانكفورت يا جماعة شفت صور ملعب قوي، ملعب قوي اليوم، يعني ملعب فرانكفورت يا جماعة تم بيع تذاكر بنسبة 48,000 كبير. ما ابي اشاهد مباراة غلط السراي الاياب صراحة، ما ابي اشوف الجماهير الوضعية، ان شاء الله ما نشوف هذا الشيء. دفاعيا فرانكفورت يلعب 3 قلوب دفاع 3-4-3، عندهم لاعب مثل كوستيتش على الجناح الايسر سيكون مصعب على اراوخو مراقبته، ولكن اراوخو ان شاء الله يقدر عليه. الحارس يا جماعة على سبيل السعادة حارس فرانكفورت اللي هو تراب اللي صارت عليه ريمونتادا باريس 6-1 الشهيرة في 2017 موجود اليوم تراب.
فرانكفورت يا جماعة فريق وداخل المباراة وكل تصريحات لاعبين المدرب أنا طامح للفوز، أنا أطمح للفوز. الفريق هذا يا جماعة في آخر 5-4 مباريات دائما بتعادل، فريق يا حشق سيء اسم التعادل، ولكن اليوم طموح الفوز، المباراة في ملعبه حاط طموح كبير. البرسا اليوم إذا قتله 2-0 بداية المباراة أول دقائق شهد هدف برشلونة سيقتل فرانكفورت ذهنيا بكل شيء، ولكن البرسا لازم الشوط الأول يكون هو اللي ماسك الكرة، ما يعطيهم مرتدات، يكون في ضغط عكسي سريع، هو اللي ماسك الكرة، هو أخطر، ياخذ الشوط الأول 1-0 ممتاز. توقعات المباراة يا جماعة 3-1 لبرشلونة. فرانكفورت يمكن حتى ما يسجل أوكي، ولكن احس ان فرانكفورت يمكن يجي يسجل بهدف، فاتوقع 3-1. وبالشباب اتمنى لكم اليوم لا تنسوا لايك شير سبسكرايب انستغرامي تحت الوصف، شكرا لكم، شكرا لكم على الحلقه، مع السلامه.